لقد وصلنا سنترو دو لندريس. اهلا وسهلا بنات، مرحبا بكم في تتمة البلوغ اللي فات. حاولت نصور لكم لقطات وجمعت لكم يومين مع بعضيتهم. ديال الكابينة الرخص، اول كابينة الرخص غنجبرو، اول شنو اسمها هادو ديال العياط اللي معروف بها لندريس. اسمع نصور درت تستعملهم زعما نسمع ما تكونش الو اسمع وحيت ما نكذبش عليكم ما حفظتش الاسماء ديال البلايص كاملين اللي مشينا شفنا. غنخلي لكم الاسماء مكتوبين الفوقي في كل بلاصه وفي كل لقطه اللي كنصور لكم. جبرنا هنايا بحال واحد ميركا ديال نافيدينيو باردات ديال زعما ديال نافيدات كيعملوا هيدا كل واحد شنو كيبيع. شوف بنات برنا واحد الباراده كيبيعوا الدونوت، دونوت شفت بزاف الناس كيوريوهم في تيك توك مع ريميا مع الخضره الدونوت ديال نوتيلا، وانا ديالي دي خديتو ديال بيستاج. فهاد الساعة كندورو في ميركاديوس في ديك الأسواق ديال راس العام، كندورو فيهم كنتسارو كنشوفو شنو كاينة. كليس قبيلة سي واحد بحال الدونوت معمر بالبيستاج كيحمقو. ومن بعد على رجلنا طلعنا غير شوية لقينا التيندا ديال إم إن إمس، عندهم واحد المحل اللي كبر بزاف 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 الصراحة. واعرة هادي يعجبكم خصوصا مشيتو بالعيال ديالكم غيعجبهم الحال الداخل. كاينة بزاف ديال الحاجات اللي تقدرو تشريوهم، تقدرو تشريو من عندهم إم إن إمس تصورو، صراحة محل مزيون غادي يعجبكم. وغير قدامو كاينة بيكاديلي سيركوس اللي هو هاد البلاصة هادي اللي كاين بحال واحد البلاصة، وكاين هاد بانتايوس اللي عاملين بحال ديال نيويورك. وقبلت بانتاياس يعني في كادي اللي ثير كوسنيت كاينه هاد الدري هادو اللي كيجيو هكذا كاملو شوف قال لي وصراحه يعني كان كنحيد تنطبو في الجوسه هاد واحد العايل شبره من الجمهور ونقز فوق منه. ومن بعد هاد واحد جروب اخر منهم خيس مال هو اللبناني اللي لابس السماك الخضر والصورة البيج اللي طلبوا منه حتى هو يحني باش يقدروا ينقزوا فوق منه. المهم انا صورت اللقطه عفتو قلبي كان عيوقف الحمد لله موقع لهم حتى شي حاجه وما مات حتى شي واحد فيهم. دابا غنرجع فحال نطر وقال لك بان الطري اللي غادي يدينا حنايا غادي تخرج من هنا نص ساعه، ولكن باقي ما عرفتش واش من طري. شوفوا الناس كلش واقف هنا جالس كيتسنى هاد البانطايات هادو يطلع فيهم واش من طري غادي يدينا لهاد البلاصه اللي بغينا نمشيو حنايا. صراحه هاد الحاجه عندهم خايبه، ماشي مثلا معروف الطري فلاني لينيا فلانيه كتدي نفس البلاصه في الساعه فلانيه، نواجي كتجلس في السنه تيقولكش من طري خصك تشبر. شو جينا نطر غادي نعسو عرفتو خايس بان هنايا واحد البانطايا وسمع كيعجبو هادي خربق شفتني كيعجبو غير لا كاميرا اي كاميرا بنات. يعني بالنسبة للناس اللي كيجي وكيخافو الامان داكشي متخافوش الامان، ابارت هاد باركين هذا عندو هاد دابارتمنتو هذا عندكم حتى باركين ديال الطونوبيل، ولكن شكون غيسوق هنايا؟ صراحة هنايا السوق شوية بس على حساب كتسوق يعني بولانتي كيكون في الجهة اليمينية فوات اليسرية، هادي اول حاجه. وثاني حاجه الترافيكو هنايا خايب بس بزاف، شوفوا كتبان هنا الزنقه باب الزنقه كيبان لنا حتى باركين خفتي. صباح وصباح وصباح الخير صباح النور عسكر عطيك انت صباح سي وجده صباح سي وجده النوت جمعت بلاصتي في نعاس بس نوريكم لكم في نعاس. صح هذا ميدو بيان الصوفا تاع كومودو على حساب واسع ماشي من ديك النوع ديال الصوفا لي ستيدوين نوت مع الحد وكان باقي نازي مويا ماكياج بوكي ماكياج كدير شويه ديال الوقت ديك مويا ماكياج عاد كنوجد عاد الفطور وداكشي. من بعد سمعك لبس عليها داغي انا لبس عليها داغي باش نخرج نابروفيت شهر النهار ولا نحاول نبعدكم اذا حشتيتو. البارح كما قلت لكم مشينا تسخرنا ما عرفتش هذه ديال البيطا جبنا باش نعدلو الفطور، فطور نعدلو في الدار صراحه على حساب ماسك ايكونومي صار انا ما كيعجبنيش بزاف فطور الزنقه انتما عارفين واخا مثلا ملي كنت في سيبيات كنت في مالاغا انا كيعجبني الفطور ديالي خصني البيضات المسلوقين ديالي خصني التوستراس ديالي. جبنا اغواكاتي جبنا واحد الجبس مع السالمون كنجيبو السالمون او مدام الفطور غنعمل البيضات تتسلقو غير تعرف نشعل هاد البوطا هادي اوكي اي فوالا حبيبات فوالا البيجامه ديالي هي هذه البارح ملي جيت لبستها هاد البيجامه خديتها من شين ديما الصراحه حلوه
وصافي انا خدكم البارح جبنا افوار كافي وانا نعمل لافوكا ما يبقى لي خصو كما تسمع كاين شي بزاف اسمعي على فالك الصوص السالمون جاب السالمون راسو شويه الفروطه نفطر انا جبت هذا يوغرت دي بروتينه منك ناكل بروتينه منك ناكل صحي منك ناكل حاجه ماشي صحيه المهم شويه هذا شويه هيدا جبنا هذا العسل هذا ديال قرنبه ماشي داك اللي عندهم داك اللي كيجي معصر جبنا غير هذا تيري تيتي كيف الكبار الصراحه واحد بصل بنات شوف البارح ملي جينا جبرنا هاد الرد مخسر جبنا من البطاط مدشن ديالي وقفنا ما قالو ما غادي يجيو يعدلوه ولكن قلنا لهم ما حتى شي صافي حنا ديبانينا وشوفوا الفطور هنايا قبلت هاد البيستا شوفوا الديور ديالو الديور صحه كيحمقوا بحال ديال الافلام شوفوا حنا واخا كاتين ما نقولوش زعما غادي ناكلو اللي عطا الله نزيدو مع الطريق لا حنا ناكلو داكشي اللي على قلب وشوفوا لي يا سلام فطور بهذا المنظر عرفت المنظر كيحمق شوفوا الحمامات منظر مزيون معنا الفطور ديالنا اسمعي نعمل واحد طوسطه بيضات واحده ديال السالمون عنده هنايا دانون عصير عملنا شويه ديال الفروطه انا عملت طوسطه ديال بجوج بيضات لافوكا دانون ديال البروتينه وعصير حتى هو وصحتنا وراحتنا هذا الفطور قبلت هذا المنظر بنات لبست عليا عرفتو كنظن لبست عليا بزاف د الحوايج راه نخرج من برا نشوف واش كاين بروده بزاف ولا لا اليوم المهم لبست عليا بلا هاد الحوايج ما عرفتي واش مي باسادو شوف الحجم تخسرو ما عرفتي واش مي باسادو ولا هي هاديك المهم نحاول نوريكم اوتفيت ديالي نوريكم اوتفيت شيك عرفت نشوفو كلشي في انستغرام المهم الناس اللي متبعني انستغرام عارفة بزاف بان مكيتبعش شي بزاف في انستغرام لبست عليا بلا هاد الحوايج شوفو عامله مديات غلاطي هادو ماياس ماياس ترميك اللي كيكونوا سخانين من داخل عامله خرسي سروال هذا اللي سخون هادي فوقانيه ديالو انا متاحت بودي هو ترميكو عامله هاد ميني وانتس بوفاندا هادو السبنيه كنحس براسي لابسه حوايج بزاف راه نخرج من البالكون ونشوف بعدا كي طال واش الجوكا ولا ماكا ودابا غادي نخرجو توكلنا على الله غادي نهبطو نص سنتو يوم عاد غادي نمشيو نعملو صوار وفيديو سمزيو البارح كان اللي مشينا تسالينا وجينا بحالنا بنات ما كاينش برد بزاف بحال اللي كانوا كيقولوا في فيديوز كانوا كيقولوا السم برد والله ما كاين برد بزاف شويه وصافي المهم جبرت دابا طالعين لستاسيون ديال الترين ستاسيون ديال الترين بعيده على ابارتامنتو بواحد 15 دقيقه على رجلانا وطالعين باسيتو اسمي طالعه هل سي كتشوفوني عييت بس طالعة هي بوينو الكابيس الأحمر مهم البنات بالنسبة لكيفاش كنتحركو حنا هنايا كنتبعو الصراحة غير جوجل مابس لو قالنا جوجل مابس كنشوفه واحد الملاحظة هنايا الناس ظريفين بزاف كيعاونوك بلا ما تطلب منهم إلا شافوك غير مطلوب هكا كيبقاو يسقسيوك كيفاش عندك بغيتي نعاونك يعني ميلا كيستانوس هنا سنترو طونا توريستيكا استوف بارسلونا وباساي بارسلونا داك الكتاب تما تبقى ماشي تما تبقى ولكن زعما قليل عاد باش واحد يقول لك محتاج شي حاجه نعاونك ولا الناس مأدبه كيجيو مثلا يركبوا في الترين كيعطيوك الدوز عاد كيركبوا هما صراحه سوبر بيان بنات بدات الشكا طيح ما عرفتش واش غايبان لكم الشكا هي طيح يا لندن يا لندن عملنا بولفر كيما كيوقفوشي ما نتزكوش زعما ودابا جبتنا هنا بوينتي اللي قدام هذا الواد اللي معروف هنايا في لوندريس هنايا نوريا شنو تقول له نوريا نو بري ما ترو نومبر ان انجليز ايلاند ان راسي لندني لندني عندنا تماك بيج بان تماك بوينت في كيسجلوا يا لندن تا 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 دابا بوس غادي نهبطوا غادي نهبطوا نمشيو نضربوا الدوره هايدا نوصلوا حتى لتماك ونمشيو الجهه ديال بيج بان
شوفوا هنا بزاف الناس مشبرين على الصرف باش يطلعوني هاد نوريا هادي لندرس. صراحه كبيره واعره، ولكن على المعلومات اللي عندي هي غاليه، كتعمل تقريبا 60 اورو، كتعمل 50 ليره شي ليره 50 ليبراس. تخيلوا معايا 50 اورو شنو طلع هنايا، غاليه جاتني صراحه. ولكن المهم انا كنقول لكم كنعطيكم انفورماسيون وانتم خطرو سي زوالي لابينا. شوفوا حنا قبيله تي كنا ديك البوانت عملنا هاي ضربنا هاد الدوره من هنايا، ودابا جينا البوانت جاي اخر هذا اللي كاين هنا في بيك بان. وصورتكم غير لقطه صغيره ديال بيك بان، صراحه سمحوا لي كنت كنحاول نصور في نفس الوقت الانستغرام وكنت كننسى شي مرات نصور في اليوتيوب. وهنايا كنت كنعاود لكم بانني ما جبرتش ديك اللي كيعادلو الترند ديال 360 ودابا جبرتونا غادي نمشيو لبالاسيو ريال. بيرو قبل من هكداك كدوزو من واحد بحال واحد الغابه، واحد البلاصه فيها الطبيعه اللي مزيونه. اذا بغيتو ترتاحوا شويه من ستريس ديال السنترو غادي يعجبكم بزاف. هذه كتلقاو هنا الحيوانات، شوفوا كاينه سكيرول، كاينه بالوماس، كاينه بطاط. صراحه عفسو واحد الراحه النفسيه هنايا. هذا قصر الملك ديالهم، شوفوا شحال ديال الناس، شكون ماجي عرفت معمر بالبوليس، معمر بالكاميرات، معمر بالروينه، معمر بالناس كلشي كيتفرج. دابا عاد فهمت الناس شنو كانوا كيتفرجوا، كانوا كيشوفوا هاد غواردي كيمشي وكيجي. الصراحه بحال ديال بحال شي مونيكولا، بحال شي روبوت ماشي ماجي. ومن بعد هنايا في الشارع كان كيدوزوا كاروتاس بالناس من داخل بوليتيكوس، خينت امبورطانتي. كاينه منهم كيكونوا عريان وكيبانوا الناس اللي لداخل، كاينه منهم بحادم كيبانش وما كتعرفش شكون كاينه لداخل. هادي ها هادي اللي فيها دابا نقيه على فين كاينه بيك بان و ودوك نوريا، حيت هنايا في الجهه هادي ساكنه العائلة الملك. كما شفتوا دابا كنا في القصر ديالهم، كنا في القصر دريك كنسمعهم كنفطروا معاهم، كنا قدام القصر ديالهم. الله يعمرها سي العدري في الصراحة، الله يعمرها سي العيد كشعل. كنا عايف في الباب ديال القصر ديالهم كنتفرجوا بحالي بحال الناس. المهم هادي الصراحة عجبتني نقية. ودابا جبرتنا غنمشيو لتشاينا تاون اللي هو واحد المدينة اللي على اللي شفتها في التصاور بحال اللي زعما آسيوية، ولداخل كاينة شي سواقات كيبيعوا فيه الماكلة، كيبيعوا هيدا ماكلة طالع بروبار ولا تغدا ولا المهم اللي بغيتو. غنمشيو دابا ان شاء الله ربي غنشوفو شنو كاينه. لقد وصلنا، حنا وصلنا. وكيف ما قلت لكم هذا واحد بحال الحومه اللي صينيه اصلا، من الباب ديالها ومن الديكور ديالها يعني كيبان. واش شنو هذا كيزيتو جد محمر العرس جد المغرب هذا شي عيبان لكم. هو هنا كيبان ويلي ما ناكلش هادشي وحمقه بالجوع اللي غيلفني ما عرفتش شنو داك الشيء. كونفيرمادو كنا غير ماكله صينيه، هادشي عرفتو كيف غيلف بمعنى الكلمه. غتجيب لكم تما واحد الجداد معلقين داكشي كيغيلف. لا برد انا ما عجبنيش البنكة ديالو الصينية، ما عجبنيش هادشي. عمشي ندبر فين نتغدا، عمشي نتغدا واحد الغدا اللي هنايا عندهم تيبيكو، واحد ماكلة تقليدية ماشي شي حاجة زعما، ولكن عندهم تقليدي هنايا الحوت مقلي وبطاطا مقلية. غيت ما قريب نتينا طاون لقينا هذا الريستورانتي هذا اللي كنا شفناه في تيك توك، كلشي كيقول عليه مزيون واعر، يعني عندهم شحال من عام هما فاتحين هذا الريستورانتي هذا. المهم عملنا كولا بحالنا بحال الناس، دخلنا باش ناكلو واحد بلا هنايا عندهم تراديسيونال اللي فيه الحوت مقلي وبطاطا مقليه، ما كاين حتى شي حاجه اكثر من هكذا. بوانو من داخل الريستورانتي عادي جدا 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 كما كتشوفوا. عندكم البرد ديال هذا الريستورانتي هو صح حقا شويه في شكل، ولكن معروف بزاف بان كيعمل واحد الحوت مزيون، حوت بطاطا بطاطكم هنايا صاغو تيبيكو. غير شنو التقاليد عرفت طلبنا واحد الطبق ديال الحوت بطاطا واحد برا كومبارتينا انا واسماعيل، كنا زعما غادي نحضر على حساب ما غادي نهبط نحط السوق اللي كيكون فيه ماكله باش نقدروا ناكلوا ماكله اخرى ونقدروا نقيسوا كلشي اللي كاينه تما. وعرفت شحال هكا استناو اسماعيل 20 دقيقة، 20 دقيقة على الطرف ديال الحوت المقلي والبطاطا المقلية ولا أكثر. وأخيرا وصل البلا ديالنا، بطاطا مقلية مزيونة عادية، الحوت مقلية مزيونة عادية، ولكن داكشي عادي جدا. وبالنسبة للثمن الخيالي شوفوا شحال خلصنا بالإورو، كتجي 43 الإورو على بلاطو واحد وجوج ديال بيبيداس. 43 الاورو غالي بزاف، ما ننصحكمش تمشيو من هنايا. هاد الحوت هادو هاد البطاطا تقدروا تاكلوه في شي بلاصه اخرى تكون رخيص على هيدا. ودابا جينا من بروس ماركت اللي هو واحد عاوتاني واحد بحال ميركادو اللي فيه الماكله هنايا سي كاترين دي تودو، يا اخر ماكله صينيه جداد مخلعين تماك معلقين.
فر هنايا عندهم شويه من كل شيء. سيكا مصار ولدا صبر كي هاي هنا قلبي شي حاجه حلوه. شفتوا هنا كاين الجبونه، هنا كاين الحلاوي، هادو تشكالط راه هما دول سي تامبيان. وانا طلبت هاد الفريساس هادو اللي الثمن ديالهم اكثر من 10 ديال الاورو. المهم هو الصراحه لندريس يعني غاليه، ولكن في نفس الوقت تستاهل. يعني لندريس مزيونه، يعني واحد المدينه اللي غادي تعجبكم وغادي تبقى لكم في بالكم دائما. شدينا فريساس شوكولاتي ب 10 اورو هاد البريس هذا. بالنسبه لهاد السوق هذا البنات مزيان، غادي تضربوا فيه دوره. بغيت تقيسوا شي حاجه، ولكن صراحه ما كاينش شي حاجه واعره، ما بانت لنا حتى شي حاجه حلال، وغالي غالي بزاف 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 كلشي. عرفت عندهم واحد البلاتي توستيتو ديال بايا عاملينو ب 10 ديال بانس، اللي هي كتسمى واحد 11 الاورو ولا 12، وقيسوا والله ما مزيون، والله ما مزيون، لا ماشي مزيون صراحه. المهم شويه وصافي. طبعا جو ضربوا دوره كما كاينش بزاف ما تاكلوا، احنا كزيانا غادي نجيو غادي نجيبوا الماكله بزاف، غادي نجيبوا الحلس بزاف. شوف البنات جينا فواحد الجهه اللي كاينه تيان ناس ديال لوخو. شوفوا على الديوان عامله هنا الشانيل، شوفوا تما عرفتوا شنو عيب لكم، نسالكم لكم كاميرا هذا تشوف. هنا كاينه تيان ناس ديال لوخو، وهنايا كنا كنستناو الكار باش نطلعوا فيه نعملوا الطور في المدينه. حنايا دابا في اوكسفورد ستريت اللي تقدر تشبروا فيه هذا الكار، هذا هي هو النمره 139. شوف البنات كاينه باص توريستيكو ولكن كيكون شويه غالي، انا كنصحكم تشوفوا يعني بوس عادي، الطوبيسات الحمر العاديين اللي كتستعملوهم الناس باش كيتحركوا في المدينه. عندهم جوج طبقات، طلعوا الطبقه الفوقانيه، واذا قدرتوا تشبروا الكراسي الاولى من الاحسن. بحال هكذا غادي تقدروا تمنظروا وتشوفوا المدينه والديوان ديالها، وكيكون واحد الجو مزيون. بالخصوص كنصحكم تعملوا هذا الدور هذا بالليل، ما تعملوهش بالنهار، باش تقدروا ديسفروتار دي لاشلوسيس وغادي تشوفوا المدينه كامله. وبالنسبه للترانسبورت البنات اذا كنتوا غادي تكونوا في سنترو، يعني غتستعملوا غير متروس وبوسس في ثونا ونو ثونا دوس، ما حتاش تشريو لا ترخيطه لا والو، كدوزوا غير الترخيطه ديالكم بتاكليت هيدا كما كتشوفوا ملي كتكونوا داخلين من النستاسيون، ملي كتكونوا خارجين. وبحال هكذا غادي تخلصوا منكم الماكسيمو ديال 8 الاورو وشي حاجه في النهار كامل، يعني شحال ما تحركتوا غادي تبقى عليكم بنفس الثمن. بنات اذا كنتو في السنترو بغيتو تاكلو بيتزا حلال، اجيو لهاد الريستورانتي هذا، ها هو اي سي سي كو بيتزا، عرفتي واعر، عندهم داكشي حلال و تأثمنة الصراحة مناسبة. هما هنايا بيتزات ابتداء من 3.95 اورو، انا خديت هادي حيت ما عنديش بزاف مع هادوك، كتعجبني بيتزا ديال الحوت، ما عندهمش ديال الحوت، عندهم ديال التون وحاجات اخرى انا ما كيعجبنيش. المهم على كل خديت انا هادي. ما شنو خديت انت هنا؟ انا فيستا دي لا كارني، كلشي حلال. فيستا دي لا كارني كلشي حلال، فيها موتزاريلا وفيها لونجر دي باون. بنات تاع باركاز هي اللي كيجي فيها الجبن، ولكن ما فيها لا جبن لا والو، فيها ماديشا وصح ترى.